عبر استراتيجية متعددة الأبعاد. الملف التالي يتناول حصيلة وآفاق النقل الجوي في موريتانيا مع محمد لمين والعبد الودود. النقل الجوي من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حقيقة وعتها السلطات العمومية في البلد، فبادرت منذ عام 2008 إلى رسم وتنفيذ سياسة محكمة بغية تحقيق الطفرة النوعية في مجال النقل الجوي، سواء تعلق الأمر بإنشاء البنية التحتية للمطارات أو سن المنظومة القانونية والتنظيمية. الوكالة الوطنية للطيران المدني سلطة تنظيمية تم إنشاؤها عام 2004 وعهد إليها بسن القوانين وتطبيقها في إطار سلامة النقل الجوي، لكن ضعف الأداء في هذه المؤسسة والذي نتج عنه وضع البلاد في ذيل الترتيب عام 2009 من حيث شروط السلامة جعل السلطات العمومية تتعهد بمراجعة أداء المؤسسة، وهو ما تحقق بالفعل عبر الدعم المادي وتكوين الكادر البشري، حيث أفضت تلك التحسينات العملية إلى تصدر بلادنا وعلى مدى 3 سنوات قائمة الدول الإفريقية في مجال السلامة الجوية منذ عام 2014 حتى مطلع العام المنصرم. المحور الأول من مهام الوكالة يتمثل في وضع التشريعات واللوائح القانونية وضمان توائمها ومواكبتها لتطور التشريعات الدولية في المجال. المحور الثاني يتعلق بالتنسيق والإشراف على كافة أنشطة المستغلين والفاعلين في مجال الطيران المدني على المستوى الوطني، سواء كان تعلق الأمر بشركات نقل جوي، سواء تعلق الأمر بشركات إدارة مطارات، أو حتى مشغلين في مختلف مجالات الأمن والسلام. المحور الثالث ويقدر يعود من أهم هذه المحاور هو الإشراف والمتابعة والتقييم الدائم من أجل ضمان طيران مدني ونقل جوي على مستوى موريتانيا يتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن، وهذا هو المحور الأساسي اللي تشتغل عليه الوكالة بشكل يومي من خلال متابعة كافة الأنشطة والتأكد أنها في جميع المجالات توائم وتطابق وتطبق بشكل فعلي وكامل التشريعات الوطنية والدولية في هذا المجال. وعلى الأرض عهدت الدولة إلى شركة مطارات موريتانيا بإنشاء وتسيير المطارات في المجال الموريتاني، وهو ما نتج عنه تشييد مطار نواكشوط الدولي أم التونسي بسعة وصلت 2 مليون راكب سنويا. استطاعت الدولة إنشاء وترميم العديد من المطارات كمطار أطار والنعمة والزويرات ونواذيبو، فيما لا يزال العمل جاريا من أجل اكتمال الأعمال في مطارات كيف والعيون وتجكجاء وكيهيدي. المطارات مستواهم واحد، حاليا عندنا مطار نواذيبو اللي يستقبل رحلات دولية، هذا عنده هو ملي خصوصيات، ولو عامين دار ولا عام ونص المدرج نعل تعداله كامل ندار له أسفلت جديد، هذا من جانب البنى التحتية، ودارك متباركين مع اللي نقولوا له سيرتيفيكاسيون. أنا هنا عندنا لازم علينا كل مطار عنده رحلات دولية يود مرخص من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، وفيه شروط حالا متباركين معنا وفروا ذوك الشروط كاملين كان حصلوا على ذيك رخصة. وعندنا مطار زويرات وطار والنعمة، هذا في المنظمة الدولية، هذا ملي الله يرخصوا لأنهم مسجلين في سجل الوكالة المنظمة الدولية أنهم مطارات دوليين. هنا الوكالة الدولية للملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر أساكنا شريك استراتيجي للدولة الموريتانية، وفي إطار التنسيق معها تم لأول مرة في تاريخ الدولة الموريتانية عام 2011 إنشاء مركز لتسيير الأجواء الموريتانية في نواكشوط، وذلك بإرادة قوية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. وتعزيزا لتلك الإرادة بادرت أساكنا إلى إنشاء مراكز لرقابة المجال الجوي
في أطار والمغيطي والنعمة وغيرها. موريتانيا 2009 قامت بإنشاء مركز جهوي في إطار أسفنا. يعني أسفنا قامت بإنشاء هذا المركز الجهوي تحت طلب من موريتانيا وبإرادة سياسية من موريتانيا أن هذا المركز الجهوي تم إنشاؤه. واليوم موريتانيا تسير عشواها من موريتانيا المرشود بدلا من أن كانت تسيرها من دكار. يعني هذا هو، وهذا التسيير تواكبه كثير من المهام الإسنادية كالتكوين الكادر البشري وكالبنى التحتية اللازمة لذلك، وهذا ما تم وضعه رسم. وفي إطار إنجاز المطار أم التونسي زودت موريتانيا هذا المطار بكل الأجهزة الحديثة وسلمتها رئاسته. هذا من ناحية الدولة الموريتانية. وتكريسا لسياسة الدولة في هذا المجال، جاء القرار الشجاع بإنشاء الموريتانية للطيران، والتي أصبحت اليوم تمتلك أسطولا من 6 طائرات ذات جودة عالمية تجوب قارات العالم أجمع، في مشهد يعكس سيادة الوطن. وهو الأمر الذي تعزز أكثر حينما أوكلت الدولة لشركة الموريتانية للطيران مهمة إجلاء المواطنين الموريتانيين من أماكن النزاعات والتوترات في وسط إفريقيا وليبيا ومصر وسوريا واليمن. موريتانيا للطيران تعدى اليوم لله الحمد المقصود تونس مرتين في الأسبوع، المقصود كازابلانكا 5 مرات في الأسبوع، 3 منهم مروراً بالمالديف، المقصود الأسفل ماسة 3 مرات أسبوعياً مروراً بالمالديف وهذا، المقصود دكار كوناكري 4 مرات أسبوعياً في مهمتين تمتد إلى فريتان المجاورة، المقصود دكار بوماكو أبيجان 3 مرات أسبوعية من العودة، والمقصود بوماكو كوتونو برازافيل 2 مرات للأسبوع. طبعا على بقتناء هذه الطائرة الأخيرة اللي قالها الماكس، صفحة الموريتانية للطيران عندها سيعة بأنها تقدر تعدى خطوط أخرى بالمقابل وتدرس حالا شنو هي الخطوط اللي لا تقدر تعدل في إفريقيا، وتدرس الخط المقصود باريس وتدرس الخط المقصود جدة. تعتبر السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي ناجعة من حيث الشكل والمضمون، فوجود مطار بحجم أم التونسي دولي وترميم مطارات واذيب والزويرات وأطار والنعمة وسيل بابي أمور تبسط الطريق أمام الموريتانية للطيران لتسيير رحلات أكثر إلى المدن الداخلية على المدى القريب. ومهما يكون فإن النقل الجوي في البلاد أعدت له استراتيجية متكاملة بأبعادها المتعددة من تشريعات ونصوص ومعدات فنية ولوجستية، وكذا أسطول جوي ينافس في السوق الدولية.